السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنلعب نزال بين بلبل السمندر الحافظ ضد الشجاع البركاني. انا امس في مقطع فات علبة السمندر الحارق وقاعد اسميه السلمندر الحارق، بس هو طبعا اسمه السمندر الحارق. وايش معنى الاسم؟ ابدا ما اعرف معنى الاسم، بس نشوف سبيستون في الايام القادمة ممكن نقول معنى الاسم. السمندر الحارق هو بول فتحناه في القناة امس، فحط لكم بتعرف علامة الاي، خشوا وشوفوا المقطع ومشاهدة ممتعة. وطبعا البول فيه خاصيتين في اللعب وخاصيتين في الدرايفر. اللي في اللعب انه يكون عنده 10 شفرات او يكون عنده 5 شفرات، فعشر شفرات صغيرة واحدة بلاستيكية واحدة معدنية، او 5 شفرات كبيرة وتكون جدا حادة، وكذا قال كمان في الانمي. بالنسبة للدار، وهذه الخاصية الأولى اللي حيكون فيها البول قادر احتمال أو دفاعي أو يميل للازدواج كمان، فما تضمن البول. والخاصية الثانية اللي تجي بهذا الشكل، طبعا هذه كمان قاعة الأو بي اللي طلعت لنا من علبة الحظ، يجيكم بهذا الوضعية خطأ مصنع في الدرايفر. يب، هذا الدرايفر لما تعكسوا النظام يعني حيصير البول يقفز أو ينط داخل حلبة. هو نفس الدرايفر ما في أي فرق، فالأحسن إن نجيبها الدرايفر. يب أنا كمان أقول كذا، لأنه هذا أسهل وهذا فيه خطأ مصنعي وبعدكم مو الفتح، فاللي ما يعرف يروح يشوف الفتح. هنبدأ أول جلسة. السمندر الحار حيكون على النمط اللي هو 10 شفرات في اللاير، والنمط المزدوج في الدرايفر. الدفاعي مو مزدوج. الجولة الأولى. إيه واحد صار الشجاع. الجولة الثانية. يلا السمندر. طبعا هو جدا قوي وضرباته حتى قوية، شوف كيف هو مو قاعد يهجم الشجاع اللي قاعد يهجم عليه، مع ذلك الشجاع اللي قاعد يكسر طاقته. فما توقع في مقطع اليوم حتشوفه بس، بس حتشوف ضربات حماسية. ف 2-0 او لا 1-1 تعادل. جولة اوكي 2-1 للسمندر. ودحين جاء وقت نخلي بلبل نط من داخل الحلبة، فبس سوي كذا ضغط معاه الدرايفر، طبعا في ضغطة كذا بسيطة وخلاص. اوكي 3-1 اوكي النطة. النطة خرافية وبعدين مدى لها كذا يعني جديدة شوية. ونقطة شجاعة 2-2. اوكي الجولة اللي بعدها. يلا شوفوا تعال. لا الشجاع خرج قبل. اوكي تعال. طبعا راجعنا المقطع وطلع انه السمندر طلع اول، فنقطة للشجاع 3-2. الجولة اللي بعدها. يلا سمندر. اوكي نطة ده ضربة قام الشجاع خرج 3-3. الجولة اللي بعدها 3-2 طبعا. اوه نط من فوق البلبل. اتفادى الضربه والله كان نط خرافية. فدحين نلعب جولة اللي بعدها او نعيد هذه الجولة، فنعيد الجولة ونجي 3-3. اوه ماي جاد يا جماعة ما نط فوق، فالنزال جدا اسطوري لهذه اللحظة. ودحين نروح الجولة اللي بعدها طبعا 4-3. في هذه بجولة سريعة طبعا 4-3 للسمندر. الجولة اللي بعدها اوه قاعد نط من فوق مرة ثانية. فالجولة اللي بعدها ترى شيء خرافي، انا ما توقعت انه حيصير زي كذا، بس قاعد تضبط معانا. اوكي نقطه كمان للسمندر، فتوقع الحين نتيجه 5-3 للسمندر. فطبعا الحين خلينا نعدي شفرات السمندر، فحنسوي كذا بعد كذا وبعدين نعكسها اتوقع ونجيبها كذا. اوكي يب كذا، فكذا عدنا شفرات. نلعب اول جوله ونشوف مين يفوز. اوكي نطلع اقوى يا شباب. ايش نزال خرافي كنا في انمي والله اسطوري. اشتد شجاع فقد الامل انه يفوز. اوكي نقطة السمندر، اتوقع انتهي الحين 6-3 للسمندر. الجولة اللي بعدها اوكي نعيدها ونعيد الجولة. يلا السمندر يلا هجوم حطم. بعد ما كان السمندر نط الشجاع هو اللي فاز، ودحين انتهي تصير 6-5 للسمندر. طبعا دحين بدلنا الشجاعة ونلعب الجولة اللي بعدها. واو يا شجاعة الخرافي اللي اداه ضربة قاضية، ونطلع الشجاعة انتهي الحين صارت 6-6. طبعا جبنا الشجاعة الطبيعي اللي عن كل البشر. اوكي يا شباب والله عبد الرحمن خربها، قال كذا اختصرها عن كل البشر. اوكي جولة ثانية. نحسبها وبعد كذا نعيدها. يلا نعيد الجولة. والله انها ضربة قاضية ونقتل شجاعة 8-6 لشجاعة، شجاعة يقلب الطاولة على السمندر. فشهاب وسهيل والله في بينهم تنافس ونزال جدا خرافي. احنا حابين نلعب ضاري ضد سهيل، وصلوا المقطع ل 3000 لايك. عارف النزال جدا حماسي، وصراحة ما ودي اغير نمط القاعدة، ولكن لازم عشان نجرب قوة البلبل. فالحين راح نغير نمط القاعدة، حنخليه بلبل دفاعي، والشفرات حتكون 5 شفرات حادة جدا. كان استغلق جلتش، قال انا الحين انط ولا ما انط. اوكي نقطة و 8-7 للشجاع. الجولة اللي بعدها نعيدها. اوكي 8-8 قدر تعادل. اللاير تصير ثقيلة
البلبل يخرج. اوكي وات مرة ثانية. اوكي يلا ثلاث نقطة. ليش قاعد نط مع اني ما غيرت النمط؟ كذا نط غير لوحده. واو شباب نعتذر على شمعين صوت بناء لانه حاليا جنبنا بنبني عمارة. واو سمندر حط مشجع سيب قوافي. اوكي حط مشجع ولك حلاوة. انا لما كذا اقول الاشياء ويصير. يلا حطهم ما عندنا ما توقع طبخ بدأت تصير خفيفة. كيف الفايز هو السمندر وكذا يقلب الطاولة على الشجاع 7-9-8 للسمندر. يا ساتر خرب يا سيدي. الإضاءة اوكي الستان انعدم تمام فبس بنشوف الجولة. اوكي نشوف الجولة. فايز هو السمندر وعشرة اوكي يب 10-8 واحتمال كبير ان نغير الحلبة. جبنا لكم حلبة التلب وراح نلعبكم جولة. اوه يا ساتر يا بيرست. اوكي الجولة الثانية. ايش في بيرستين سريعين كذا الشجاع ما قد يخلص. الحين اللي بعد. والحين رجعت البوبي عن نظام العشرات فخلينا نشوف هل حيفوز ولا حيستمر في الخسارة يعني. اوكي في حمى شوية في ضربات حلوة ويمكن يفوز. جاء وين هجومك قوي. اوكي فاز بقوة الدوران ترسيج جدا غريب مع انه السمندر على النمط 15 بس ما تنفع بعد حدا ما ادري ليش. اوكي اللي بعدها حخليه على النمط العادي وحشوف ايش يسوي الشجاع. اللي بعدها حتكون اخر جولة والحين خلينا نخليه على النمط العادي. اوكي يلا ثلاثة. يا ساتر شجاع شجاع والله انه قوي. اوكي يلا نغير النمط طبعا نغير نوع الشجاع. شجاع طبعا حنجيب النسخة الخاصة والنادرة اللي مو عند اي واو من جديد والله كفو يعني نزال حلو من جديد. اوكي نلعب الجولة بعد والجولة الأخيرة. ايش فيه؟ الو انزل تحت. ليش قاعد؟ احلى الشجاع والله مع انه حاطه على النمط النطاط ولكنه قاعد انصامل فنزال قدر الاحتمال كان ما حيفوت. اوكي مع انه على النمط الايش؟ النطاط يب. يلا اخر جولة مع ختام. هذا اللي عندنا. لا تنسوا لايك وسبسكرايب الشير واضغطوا جرس الجرس اليوم اتمنى عجبتكم ذات اليوم ثاني جنبوي السمندر وسمندر الحار الشجاع المكاني. تصلنا الختام سلام.